مرات هذه الرحلة تحديداً كبحة. وش قاعد يصير؟ لازم أقول لهم إن هذه كانت أفضل رحلة عندي في جنشن بحياتي ومسيرتي كلها، وإني مبسوط إني عشتها معهم. بنحكي عن رحلة كيرن، لكن خدرناه لأن عندنا سبب. تعالوا عندي أول. يا هلا، جيتوا على طول. يا هلا ويا مرحبا، معكم فيلن كيرن، وانا اللي بحكي لكم الحكايه اليوم. عندنا مواضيع كثيره، ومنها بقول لكم مين اللي ارسلني على اليوتيوبر كيرن حقكم. ايش جابكم؟ هل هو الرحله؟ هل هي السحبات؟ او هي الارفتات اللي طلعها اليوتيوبر كيرن؟ او الموضوع اللي ارسل لي مديري اللي هو فايزين الويلكن؟ كل الاشياء هذه نتكلم عنها اليوم، وبخليكم مع اول واحده مع اليوتيوبر كيرن، السحبات. اول ما يجي البنر، اول ما يجي البنر 10 على كاسه على طول. الفتي 10، الفتي 10، الفتي 10. She is looking for you guy, looking at you. No, لا، ما في اي تشيتشي. بعدوا عني تشيتشي، بعدوا عني تشيتشي. البنر موجود، ليتس جو. اول سحبه يا مرا ولا ميراث. تعال يا كسرة، يمكن باك تو باك. يا ليت باك تو باك. يا رب يا رب، كمان كمان ارلي يا ربي. اللهم لا شماتة، يا طقطقوا 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 طقطقوا، ترى الدنيا دوارة. يلا يا نمرة ولي مرات، يلا يا نمرة ولي مرات، كمان ارلي تكبة تكبة تكبة. يا كسرة بنتي 30، الحمد لله. يس 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 يا كسرة، اخيرا يا ساك. 10 شهور، 10 شهور ولا انتظرك يا بعد روحي. بيتو صعبة، لكن على رب العالمين ما في شيء صعب، ما في شيء صعب يا رب. سيتو كمان بيتي 10، عدوا معي نمرة. مونا از باك، مونا از نوت باك، مونا از نوت باك. كسر كمان يا رب. بيتي 20. توجع صراحة مرة. يا ساتر، الآن مضمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا رب. سايك. بنتي 40. هيجي حبيبي، ممكن توقف؟ خسيت خسيت. أقول له هيجي، ممكن توقف؟ يجيني اثنين. خسيت خسيت. ناهي. هذه أرضتي يا عمري، يا كلارا، يا قلبي. والله مرة شكرا على الون دولار. مضمون مضمون مضمون. ادعوني. خسرت ثنتين 50-50. لو نجيب واحدة 50-50 نفوز بالسي 2 يا المرأة والأميرات. انت السحبة كل النبي هو 50-50 واحدة. كمان بنتي 10. هلا هلا بنتي 20، بنتي 20، بنتي 20. يا رب قطع قطع. وهذه كانت سحبات اليوتيوبر كيرن، لكن الان بيجيكم مديري. تفضل 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 تفضل. زاد فضلك. حياكم الله يا الامراء، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ هي انت قلت لهم عن 12 ستور؟ لا ما قلت لهم. كيف؟ ليه لا؟ اسف. قم قم قل قم. ابشر قم. ابشر ابشر. طلع عليك، ما يعرفون يشتغلون دول. المهم يا المرأة المرات، إذا ما تعرفوني أنا بيزنس كيلن. ويا المرأة المرات، أنا جايب لكم بيزنس اللي هو متجر 12 ستور. هو متجر موثوق من هويوفيرس، عشان كذا هو عنده جميع الأيديات اللي موجودين باللعبة. كثير من الكريستالات تقدر تشتريها بسعر مرة رخيص مقارنة بأسعارهم بالدولار. وهذه هي من مميزات 12 ستور، أن أنت يمديك تأخذ الأيدي تبع صاحبك أو اليوتيوبر المفضل حقك.
وكل اللي عليك انك تكمل عمليه الشراء. لكن درس عن متجر 12 اللي مره ممتازه ورخيصه، انا بسمتي بزنس كيلن جايب لكم احلى كوبون ينزل لكم الاسعار ارخص ويخليها افضل لكم للشراء. يعطيكم العافيه متجر 12 على سبونسرينج هذه القناه. مره شكرا على الكوبون اللي ساعد متابعيني. كان معكم بزنس كيلن، وانت يلا تعال شوف شغلك. اشوفكم ان شاء الله المرات الجايه. تامر امر طال عمرك، ابشر. أول حاجة نسويها يا الأمراء والأميرات إيش؟ اللي هو إن نحن نلف الكزها إلى الليفل 80. كنت بقول 70، فكرت نفسي ستار ريل. يا عمري ما أصدق إن عندي كزها يا الأمراء والأميرات. نسوي مقطع الشرح قدرة ميسي كذا، فهمت؟ بعدين اللاعبين كذا يطيحون، فهمت؟ إنه أوه ماي جاد والله رهيب ميسي، كيف كذا؟ قدرات نيمار والله فاول كسرني. تبقى قدرات كريستيانو، قدرات كازها كازينو مومكو ماماني. والله اذا كان يمدي اني احطها بالمقطع، وعد مني يا الامير عنيد انا احطها بالمقطع. احلى ليفل 80 يا المرا والمرات، اول حاجه وكسرناها خلصنا وصلنا ليفل 80. ناخذ عشان عيون الشات اللي قالوا لنا هنا، ناخذ الستاندرد. اقول لكم ستاندرد ما منها فايده يا المرا والمرات. على طاري السحبات، بحكم ان احنا قاعدين نسجل رحله كازها، ما تدرون بكسر لقطه كذا في البيت ونسحب ونطلع كازها. او ماي جاد يا المرا والمرات، بنتي السبعة ايش قاعد يصير؟ واحلى سلاح 5 ستار، يلا شوفوا النيو. ربي انا اسف اللي بيزعل مني عشان يا صارخ، انا اعتذر لك من الان يا الاميرة والاميرة. انا في وضعية ولله الحمد انا مرة مبسوط فيها وعشتها معكم. الان ننطلق الى الارتفاكت، نبي نجيب المنتال ماستري LB President Burner اللي هو هذا الارتفاكتات. عندي Elemental Mastery 37 اللي هي اقل من هذه بسبعة، لكن عندنا Crit Rate عالي وبقوة، كمان فيها Energy Recharge. الان ننتقل الى الريشة اللي مروا المرات هذه، واريد انا معطيها بنتي فيها Elemental Mastery فيها Energy Recharge بشكل مرة حلو. الساندي اللي مروا المرات نحتاج Elemental Mastery. طبعا كالعادة Elemental Mastery هذه كانت لبنتي 15% Attack Percent، عندنا Crit Damage 18%، عندنا Energy Recharge 11.7. الخلط يا المراة EM، نبغى قطعة Circlet وGoblet يكونون Elemental Mastery. أول خلطة فيها 13 Artifact جديد. EM بسم الله الرحمن الرحيم، اتاك بيرسنت فيزيكال دامج بونس، عندنا كريت دامج هنا لكن سيئه. EM ماي جاد كم اون عطونا EM. شايفين يا المرات نين جوبلت، وشوفوا كم واحده سيركلت. انا مثل ما استي يا رب نوب كم اون EM. عندي احساس انه هنا بيكون فيها المنت ماستري، يعني مستحيل كل الاشياء هذه ما فيها المنت ماستري، ما تجي بالعقل. EM هيلينج بونس في عين العدو. والله كريت ريت مع المنتال ماستري كريت دامج. اوكي EM كريت ريت ثانية، بقول لك قطعتين EM سربرايز. كريت ريت والله في اخر رحلتين تبع الدلو وتبعت الهيثم كنت اترجى منك يا لعبة انك تعطيني كريت ريت سيركلت، اترجى منك ترجي كنت. الان لما انا ما ابغى كريت ريت اعطيني والله لعبتكم اذا ما قرت الان، وهذه صارت لمدى مصر انطم ولا كلمه. الخلطه الثالثه ليتس جو لمدى مصر. والله حرام السبسات على قطعه، انا اسمع الكلمه على قطعه زباله زي كذا. اوكي ندري هذه بتحمس بقول لكم او ماي جاد المنتال ماستري او ماي جاد، عرفتوا؟ بعدين ما بتطلع المنتال ماستري ندري يا لعبه، سبقت لك يا لعبه، ندري عنك لانك اللعبه رمه ايزي كلها برمجه. والله العظيم اللي موقف الان يطيح اقوى المنتال ماستري جوبلت مع المنتال ماستري شو اسمها؟ فيك سنتر جوبلتات يمين ويسار وكلها المنتال ماستري المنتال ماستري Elemental ما EM. واثق اول قطعه Elemental Mastery
وانا امنتج الفيديو هذا تنقطع اللقطه. طيب هذه بتكون إلمنتال ماستر. قلت لكم انا واثق من اول مره. دقيقه اللقطه مقطوعه ذي بعد من اول مره. قلت لكم إلمنتال ماستر. ايش قلت لكم؟ اهم شيء عندنا إلمنتال ماستر. قلت تحسبونه حتى تحجيرنا. او ماي جاد السبستات خلاص اسكتوا. وش شنو جبتها؟ إلمنتال ماستر كومبليت تودا. الان اللي علينا ان احنا نلفل القطع الى ليفل 20 عشان نوصل إلمنتال ماستري اعلى ما يمكن. من 0 ل 20 يا رب. رولين 3 على انرجي ريتشارد. ليتس جو ليتس جو انرجي ريتشارد. ليتس جو ليتس جو. انا ما ارحم. ليفل 20 لا يتوقف. الزبده اهم شيء إلمنتال ماستري. طيب يا مرال مرال انا نروح على التلنتات. التلنتات كمان فرمتهم ولفلنا الالتيميت الى ليفل 8 مع النورمال اتاك ليفل 8 والان نوصل الإلمنتال سكيل الى ليفل 8 كمان. وبسم الله الرحمن الرحيم بوم يا حبيبي تستاهل كلهم. طبعا كنت بعضكم يتساءل ليه انا ملفل النورمال اتاك، لان لما تستخدم الإلمنتال سكيل حقته لما بعدها تضرب الضربه حقته، الضربه هي تعتبر اللي هي بلانجينج اتاك زي ما انتم شايفين هنا. اذا ما تعرفونها اوريكم اياها الان، اللي هي هذه. بعد ما تسوي لما سكيل هذه شفتوها، هذه تعتبر بلانج اتاك كامل. الحمد لله كذا الان اكتمل عندنا. الان عندنا نوريكم كشوكيس سريع. حاب اقول لكم ان انا عندي هذا التيم مثل ما انتم شايفين اللي هو تيم اياكا شنها مع كوكومي. طبعا رحله اياكا مع رحله شنها موجوده عندكم بالشاشه الان، تقدرون تشوفونها. الرحله كانت مره حلوه واللي اعلنت فيها عن الويلكن والفايزين بنعلن عنهم بعد شويه. طبعا ايش هو فائده التيم هذا؟ ليش انا اخترت هذا التيم تحديدا؟ شنها تعطي دمج بف مره كبير لشخصيات الكرايو. لما يسوون دمج حيصير دمج مره عالي. طيب كل ايش في ترى انيمو كذا. انا عارف انه هو انيمو، لكن لما يسوي سوار للكرايو حيسوي كرايو دمج، ولما يسوي كرايو دمج شنها باف تشتغل عليه مما تزيد الدمج حقه بشكل مره كبير. هذا هو الفلور 11. بدينا بسم الله. تعالوا تعالوا تعالوا. طبعا انا عندي كونستليشن 2، فبعد ما اسوي الالتيميت رجع لي الإلمنتال سكيل. بوم يا عمري يا عمري يا كازا. احلى كومبو عشان اشغل تفعيل السلاح كمان مره، او تاثير السلاح تفعيل السلاح. ما عندك مشكله. نجمع إلمنتال سكيل حق الويب اللي بعده. سوري إلمنتال بيرست قصدي. جات البيرست. اوكي بوم يا عمري. يا الدمج اللي قاعد تسويه كازا مع شنها والله شيء رهيب يا عمري. يا الدمج قدنا اوريدي اصلا تدمره بسبه كازا مع شو اسمه مع شنها. يا اخي شيء رهيب وربي شيء رهيب، اقسم بالله شيء رهيب. الدمج مره خرافي مع بعض. الفيز الثاني بسم الله. هيا خذ لك. طيب مفرقين كذا ليه؟ طيب مو مشكله اصلا، احسن احسن عشان نجرب كازا. بوم سحب كازا. اوكي سحب كازا. سحب كازا تعالوا يا عمري. والله دمج كازا حق الكرايو يا اخي رهيب. بوم نايس. اوكي ما مستخدم مثل فيرست هنا. اوكي هذا بتطول على ما استدعي. هذا نفس الكلام، نجيب لنا بيرست نحاول. اوكي البيرست حقت شنها موجوده، فقلنا بس احا. طيب مو مشكلة مو مشكلة، دول مفرقين كمان لكن مو مشكلة. ان شاء الله انا كذا اجمعهم. وين تجمع وين تجمع؟ ايش تجمع؟ شو الفوضى اصلا؟ كونستليشن 1 تشتغل يا قلبي. يلا بس يلا بس مفرقين وسوين زحمة على راسي. يلا يلا بس يلا القموا. ايش عندنا بالفيز الثالث؟ ايش عندنا بالفيز الثالث؟ اوه لين ايزي. اوكي اوكي هالمره عاد هالمره عاد سهله. نجيب لنا كوكومي عشان تهيل. اوكي بوم يا عمري سدح الاثنين على طول يا قلبي يا كزا. تعالوا تعالوا بس يا لبي يا لبي. ايش تسوي يا كزا؟ رب انك شيء رهيب. مين عندنا بعدهم؟ مين عندنا بعدهم؟ ابيس نوتسكايو. والله ما اظن ان بيطولون ذول، مره بيطولون ذول. 3 hours later.
اوكي فكرتهم والله بيطولوا ونطلع ايزي. نحن قلنا ان احنا بنعطي اثنين ولكن مول. امير اهانسل هنا كان يتكلم على كلام حلو اللي بيغى يقرا يقرا، لكن انا وعدته بولكن، لكن هو بنفسه اقر وقال ان يفضل انك انت تعطيها احد المتابعين كولكن مول الثالثه. فاحنا بنعطي ثلاثه ولكن مول، واخذت الاسماء اللي سووا الشروط اللي قلناها بالفيديو، والفائز الاول معنا بالولكن مول اللي هو الامير او الاميره دانتي. مراكو. الفائز الثاني هو الامير او الاميره مين اركز. مين الفائز الاخير بالولكن مون؟ دينوك 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 دينوك. ألف مبروك لكم كلكم. طبعا الفايزين اتمنى لكم تدخلون على رابط الديسكورد اللي بيكون موجود بالتعليقات، ادخلوا كلموني خاص قولوا لي انا اللي فزت بالفيديو، وابد ان شاء الله ابشروا بالويلكم مون. جيتكم بالحساب تبعكم.